إلى الكويت تتجه أنظار اليمنيين من جديد، وفيه ميليشيا حضرت قبل الحكومة لتقديم نفسها كطرف حريص على عقد الجولة الجديدة من المحادثات. أما الوفد الحكومي ففي طريقه إلى هناك بعد الحديث عن توصل مع المبعوث الأممي إلى اتفاق بشأن العودة على أساس المرجعيات والقرار الدولي 22/16. نجح ولد الشيخ أحمد في إقناع الحكومة بالذهاب في الموعد المحدد لاستئناف التفاوض، وفشلت معه التوقعات بتأجيل الجولة إلى وقت آخر. لعل الضغوط الدولية التي مورست خلال اليومين الماضيين كانت كفيلة بإزالة جدار الصد والرفض الحكومي للذهاب دون ضوابط وضمانات واضحة، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة قد حصلت على مطالبها وتمت الاستجابة لاشتراطاتها، أم أنه ذهاب على أمل الحصول على كل ذلك وطبقا لوعود سبق وأن حصلت عليها من قبل. الشاهد أن الأمم المتحدة التي أعلنت على لسان المتحدث باسم أمينها العام أن محادثات الكويت ستستأنف السبت لم تكن لتستند إلى وقائع بقدر ما يشير إلى حالة ضغط يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة لدفعها للتخلي عن اشتراطاتها والعودة إلى طاولة التفاوض. في نفس الوقت كانت الحكومة تؤكد رفضها التام للذهاب إلى الكويت ما لم يقدم المبعوث الأممي ضمانات بالالتزام بمرجعيات المحادثات بجانب تنفيذ الميليشيا للاتفاقات السابقة والتي تتضمن إطلاق المختطفين وفتح ممرات آمنة، وهي عودة إلى نقاط البداية التي لم تتجاوزها المحادثات خلال أكثر من شهرين في الكويت. لا أحد يعلم هل ستحقق الجولة الجديدة من المحادثات نتائج ينبني عليها إزالة مظاهر الانقلاب واستعادة الدولة، أم ستفضي الجولة إلى ما أفضت إليه سابقاتها، وهل من وصفة يجرى الترتيب لها على مائدة التفاوض الأخير باعتبار التجاذبات الإقليمية والدولية عامل ضغط يترتب عليه تسويات يصعب التكهن بنتائجها وعدالتها.